السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا شباب على قناة أيوب خبيزة. فهذا الفيديو إن شاء الله راح تطرق إلى شرح أحد التطبيقات لمشاهدة أحدث الأفلام الحصرية على الهواتف الأندرويد. فلن أقول لكم بأن هذا هو أفضل تطبيق منافس جميع التطبيقات، فليس هناك أفضل تطبيق منافس لتطبيق نتفليكس. فنتفليكس هو أشهر تطبيق من التطبيقات العالمية لمشاهدة الأفلام الحصرية، فكل فيلم جديد قبل أن يتم تنزيله على التلفاز يتم تنزيله أولا على نتفليكس، فليس هناك تطبيق منافس له. المهم، لدينا تطبيق اليوم بسيط به العديد من الأفلام الحصرية الحديثة والجديدة والقديمة أيضا، ويحتوي هذا التطبيق أيضا على رسومات متحركة. المهم، إذا كنت تريد معرفة هذا التطبيق كل ما عليك فعله هو مشاهدة هذا الفيديو إلى آخره. وإذا كنت أول مرة تشاهدنا على هذه القناة، المرجو الضغط على الزر صابوني ثم الضغط على زر الجرس لتتوصلوا بكل ما هو جديد حول هذه القناة. وأيضا لا تنسوا الضغط على زر لايك للفيديو تشجيعا لنا أن نستمر في تقديم لكم الجديد إن شاء الله. لن أطول عليكم فلنبدأ على بركة الله، انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم يا شباب، قدمت إليكم من جديد قبل أن أقدم لكم التطبيق لهذا الدرس لهذا اليوم. أدعوكم إلى الاشتراك في هذه القناة انفو درويد عبر الضغط على زر صابوني ثم الضغط على زر الجرس لتتوصلوا بكل ما هو جديد حول هذه القناة. فهذه القناة تحتوي على مواضيع حصرية للربح من الإنترنت وأيضا التطبيقات الحصرية، فكما ترون لديه مواضيع حصرية وهي جميلة أيضا. فكما ترون لا تنسوا الاشتراك في هذه القناة، سوف أضع لكم رابط أسفل هذا الفيديو. الآن سوف ننتقل إلى التطبيق لهذا اليوم. فكما ترون هذا هو التطبيق، اسمه سينما اتش دي، سوف أضع لكم رابط التحميل أسفل هذا الفيديو. فهو تطبيق مجاني لمشاهدة الأفلام الحصرية. فكما ترون هذا هو التطبيق، شعار التطبيق، سوف أضع لكم رابط التحميل أسفل هذا الفيديو. فبعد تحميله وبالدخول إلى التطبيق سوف يطلب منك التحديث إلى إصدار جديدة، وسوف تظهر لك كلمة انستال تقوم بالضغط عليها، وسوف يتم التحديث تحميل وتحديث الإصدار الجديد من إصدار القديم إلى إصدار الجديد. وبعدها سوف تقوم بتثبيت التطبيق بشكل عادي، وسوف تقوم بالدخول إليه هكذا. ننتظر قليلا ريثما تظهر لنا صفحة الرئيسية لهذا التطبيق. فكما ترون إخواني الكرام، هذه هي الأفلام المتواجدة داخل هذا التطبيق، وهنا الأقسام لهذا التطبيق، كل قسم مختلف عن آخر. مثل الأنيميشن، هنا قسم أنيميشن يعني الرسوم المتحركة. فكما ترون لدي العديد والعديد من الأفلام داخل هذا التطبيق من القديمة والحصرية. فكما ترون يمكنك البحث عن قسم آخر، مثلا أفلام أكشن، تضغط على أكشن هنا تنتظر ريتم تظهر لك الصور للأفلام. فكما ترون إخواني الكرام، هناك العديد من الأفلام متواجدة داخل هذا التطبيق. الآن سوف ننتقل إلى خانة الرعب، سوف نبحث عليها أورور. ها هي، هنا سوف تجد عديد من الأفلام للرعب. فكما ترون إخواني الكرام، هناك العديد والعديد من الأفلام متواجدة داخل هذا التطبيق وهي حصرية أيضا. فكما ترون، وللبحث عن أي فيلم تريد كل ما عليك هو الضغط على سيرش، تقوم بالكتابة عبر الكايورد عن أي فيلم تريد، أو تقوم بالتسجيل صوت، تقول اسم الفيلم بالصوت وسوف يبحث عنه هذا التطبيق. فكما ترون إخواني الكرام، هناك ما زالت أقسام أخرى، مثلا أفلام للموسيقى. فكما ترون هي أفلام حصرية، ولتشغيل فيلم كل ما عليك هو الضغط عليه. مثلا نقوم بالضغط على هذا، وهنا تجد تريرل يعني إعلان لهذا الفيلم، وهنا داونلود يعني تحميل الفيلم. ننتظر قليلا ثم تظهر لنا بوطون لتشغيل الفيلم. فكما ترون نقوم بالضغط هنا،
سوف تظل لنا 4 اختيارات. الاختيار الأول ومشاهدة الفيلم بجودة HD، والاختيار الثاني بلاي تشغيل الفيلم، والاختيار الثالث أوبن ويت يعني فتح في تطبيقات أخرى، والخيار الأخير هو داونلود تحميل الفيلم. فلن أقوم بتشغيل الفيلم لتفادي الحقوق الطبع والنشر على يوتيوب. فبهذه الطريقة يمكنك تشغيل أي فيلم تريد من داخل هذا التطبيق، ويعمل بشكل جيد وبدون تقطيع وبجودة عالية. وهنا أقسام أخرى موفيس، فكما ترون إخواني الكرام، فهو تطبيق جد رائع، أنا أحببته وأردت أن أشاركه معكم. وهنا الأفلام فاميلي للعائلة، ننتظر قليلا ريثما تظل لنا الصور الخاصة بالأفلام. لدي النت ضعيف لأنني أقوم بعمل شيء على الحاسوب، وذلك الشيء يبطئ الإنترنت لبعض الشيء. المهم، فهو تطبيق جد رائع إخواني الكرام، سوف أضع لكم رابط التحميل أسفل هذا الفيديو. وإلى هنا وانتظر الدرس، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.